dida abaaraha heer gobol ee gobolkani Gabeel ayaa la soo gaarsiiyay deeq lacag oo dhan $2,576 isla markaasina lagu soo hagaajiyay mulkiil guloob ee magaalada Gabeel Farxaan Cusmaan Haaji Cabdi asina ay deeqdaasi soo direen gabdhaha holeen ee kasoo jeeda guud ahaan ba gobolkani Gabeel isla markaasina ay ugu talagaleen guud ahaan ba dadka abaaraha baani ku sameeyeen gobolkani Gabeel aanu mulkiil rasmi ah ugu wareejiyay gudida abaaraha heer gobol ee gobolkani Gabeel waxaana masuuliyiinta halkaas ka hadashay dadoodii kamid ahaa السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنيق السلام يا دمان قدومية هكولك يا قدومية كل هذا كان كهكولك يا دمان مسؤولين تجد جت هكولين تا أبارها قبل كجبيلي يا دمان مسؤولين تلقن كسوق كشوا حن كوري كنا يا جد جت كالمرة نحن لبكون شم بقول تطباتن يلي دولار أو أي سوق عرسيين جارية أما قبلها جارية دلك هولند قبل كجبيلي سنة ترتيب وانكو وريشنا يا كود هذه يا فروت واحد نقوم هاد عليه إن ضد كاك في الدوان إلا عجها سوق عرسية جد ده أبارة هي قبرك وغيره واحد نقوم هاد عليه إن تدوينها قربها كنار أو ده نايو أنا سدوا خلاء حبلها الرئيس مال لان كنار ضد النذر لان العقد هاي يجوني نسوق جرسية لبكون هي تطاب وقولي لبكون هي شم بقولي هي تطابات كدولارة يجينا واحد لنا هذه هي بروح تقوم هرسنتي صدقة أتفق صوت يوم كشين تاكلين تعبارها سيدو كل واحد ترى فرحان عثمان حاج عبدي لبكون هي شم بقولي اللي هي تطابات دولار أو يسوق جرسية صونة ديرن قبلها تشالية دهولا يجينا واحد وين حاجي شبكة عالمية جبيل نيوز أونلاين جبيلي